السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد القادر شاكر. اليوم درسنا على الأسماك. بسم الله. العناوين الرئيسية: العمود الفقري والغفر العصبي وأعضاء داخلية والفروق والزعانف المزدوجة والقشور الخياشيم وأجهزة الدوران. أولا العمود الفقري. معظم الفقريات يحل العمود الفقري الذي يحط بالحبل العصبي ويحميه محل الحبل الظهري، ويحدث استبدال الحبل الظهري خلال النمو الجيني. والغضروف أو العظم هما المادتان المكونتان للهياكل الداخلية لمعظم الفقريات، ويعرف الغضروف بأنه مادة قاسية مرنة تكون هياكل أو أجزاء من هياكل الفقريات. ويعمل العمود الفقري عمل عصا قوية ومرنة، حيث تستند عليها العضلات في أثناء السباحة أو الركض، وتساعد الفقرات المنفصلة على الحيوان على التحرك بسرعة وسهولة، كما تساعد العظام على انقباض العضلات بقوة فتزيد من قوة الحيوان. ثانيا العرف العصبي. تحدث عملية أخرى مهمة في أثناء تكون الحبل العصبي خلال النمو الجيني في الفقريات، وهي تكون العرف العصبي. هو مجموعة من الخلايا تكون من الحبل العصبي في الفقريات، وعلى الرغم من أن مجموعة من الخلايا صغيرة إلا أنها مهمة لنمو الفقريات. العديد من أجزاء أجسام الفقريات المهمة تنتج عن العرف العصبي، ومن هذه الأجزاء أجزاء من الدماغ والجمجمة، وبعض أجزاء الإحساس وبعض أعضاء الإحساس، وأجزاء من الجيوب البلعومية، وعزل أي تغليف الألياف العصبية، وخلايا عديدة محددة وخلايا غدد محددة. الفكوك. لمعظم الأسماك فكوك، إذ تسمح هذه الفكوك للأسماك الكبيرة بافتراس العديد من المخلوقات الحية، وقد تكون قادرة على افتراس أسماك أكبر حجما وأكثر نشاطا، فتمسك الأسماك الفريسة بأسنانها القوية وتحطمها بعضلات فكيها القوية. كما تساعد الفكوك الأسماك على الدفاع عن النفس ضد بعض المفترسات. الزعانف المزدوجة. من بديع صنع الخالق عز وجل أن وهب الأسماك تراكيب مختلفة من الزعانف المزدوجة لتساعدها العيش في البيئات المائية المتنوعة. الزعنفة. تركيب يشبه المجداف على جسم السمكة أو أي حيوان مائي آخر، تستعمل للتوازن وتغيير اتجاه الحركة والاندفاع للأمام. تمنح السمكة استقرار أثناء السباحة. لمعظم الأسماك زعانف مزدوجة تقلل من فرصة الانقلاب الجانبي عدم التوازن للسمكة، وتسمح بتوجيه أفضل لها خلال السباحة. القشور. الأسماك نوع واحد على الأقل من 4 أنواع مختلفة من القشور. القشور تراكيب صغيرة مسطحة تشبه الصفيحة، توجد بالقرب من سطح الجلد في معظم الأسماك، ومنها القشور المشطية في صورة القشور المشطية والقشور المعينة اللامعة. حراشف صفحية وحراشف دائرية. الخياشيم. يسمح تكيف آخر للأسماك بالعيش في البيئة المائية، وهو قدرتها على الحصول على الأكسجين من الماء. تحصل الأسماك على الأكسجين عندما يدخل الماء فمها، ثم يعبر خياشيمها فينتشر الأكسجين من الماء إلى الدم، وتتكون الخياشيم من خيوط رقيقة مغطاة بالصحيفة شديدة الانثناء، وتحوي الصحيفة على العديد من الأوعية الدموية التي يمكنها أن تأخذ الأكسجين وتطلق ثاني أكسيد الكربون، ويتدفق الدم في الخياشيم عكس اتجاه جيران الماء على سطح الخياشيم. وجريان التيار المعاكس يمثل آلية فعالة يمكن بها استخلاص الماء من الأكسجين، ويستخلص 85% من الأكسجين المذاب في الماء تقريبا عندما يجري الماء فوق الخياشيم في اتجاه ويجري الدم في اتجاه الآخر. ولبعض الأسماك غطاء خيشومي، وهو غطاء متحرك يغطي الخياشيم ويحميها، ويساعد هذا الغطاء أيضا على ضخ الماء القادم من الفم عبر الخياشيم. وبعض الأسماك منها سمكة الرئة يمكنها أن تعيش خارج الماء لأوقات قصيرة باستخدام تراكيب تشبه الرئات، ويمكن لأسماك الأنقليس ثعبان الماء أن تتنفس من خلال الجلد الرطب عندما تكون خارج الماء. جهاز الدوران. الفقريات دورة دموية مغلقة يتم فيها ضخ الدم عبر الأوعية الدموية، حيث يجري الدم في أغلب الأسماك في دورة دموية واحدة، ويتدفق من القلب إلى الخياشيم
التدفق من القلب إلى الخياشيم ثم عبر الجسم فيصل إلى الأنسجة، يزودها بالأكسجين ثم يعود إلى القلب ويضخ مرة أخرى من القلب إلى الخياشيم ثم إلى جميع أجزاء الجسم مرة أخرى. ولأن هذا النظام يشكل دورة واحدة كاملة متصلة فإنه يسمى الجهاز الدوري ذا الدورة الواحدة المغلقة. يتكون القلب في أغلب الأسماك من حجرتين رئيسيتين شبه الأذين والبطين في قلبك، والأذين هو حجرة القلب التي يصلها الدم من جميع أجزاء الجسم ثم ينتقل منه إلى البطين، والبطين هو الحجرة التي تضخ الدم من القلب إلى الخياشيم، وعندما يمر الدم في الخياشيم ينتقل إلى سائر الجسم. وصلنا نهاية الدرس، يعطيكم العافية، شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.